الوحدات الخبيثة في تطبيقات الواتساب والتليجرام المعدلة. على مدار العقد الماضي أصبحت تطبيقات المراسلة مثل الواتساب والتليجرام جزءا لا يتجزأ من حياة كل مستخدم للإنترنت تقريبا. يستخدمها مليارات الأشخاص للدردشة مع أحبائهم ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو المضحكة مع الأصدقاء والتواصل مع زملاء العمل ومتابعة الأخبار وما إلى ذلك. فقط حاول أن تتخيل الحياة الحديثة بدون مراسلة. بالنسبة لي الأمر عادي جدا، لكن بالنسبة للأشخاص المعتادين عليها يعتبر الأمر صعبا للغاية. ولسوء الحظ تحتوي هذه التطبيقات التي لا غنى عنها في بعض الأحيان على تهديدات مخفية. لم تظهر تعديلات الواتساب والتليجرام التي لفتت انتباه خبراء الأمن السبراني في السابق أي نشاط طار، ومع ذلك فهي الآن تحتوي على وحدة تجسس والتي تكتشفها برامج الحماية على أنها تروجان سباي أندرويد أو إس كانس سباي، هذا هو الاسم الطويل لها، وهو عبارة عن حصان طروادة. بعد تثبيت التطبيق على الهاتف الذكي للضحية ينتظر تطبيق الواتساب المعدل تشغيل الهاتف أو وضعه في الشاحن قبل تشغيل وحدة التجسس، وعندها يتصل بأحد خوادم السيتو من قائمة الخوادم الموجودة في التطبيق ويقوم بتحميل معلومات مختلفة عن الجهاز إلى الخادم مثل رقم الهاتف ورقم الإيميل ورمز الشبكة الخليوية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك يرسل فيروس حصان طرواد الجاسوس معلومات عن جهات اتصال الضحية وحساباته إلى الخادم كل 5 دقائق، وكل ذلك أثناء انتظار الأوامر فقط. بغض النظر عن أوامر الخدمة، يتخصص التطبيق المعدل والمزود بوحدة التجسس هذه بتأدية وظيفتين أساسيتين. الأولى البحث في الجهاز وإرسال ملفات المشغلين الموجودة في ذاكرة الهاتف الذكي على وجه الدقة في الجزء غير المتعلق بالنظام أو التخزين الخارجي بمصطلحات الأندرويد، والثانية تسجيل الصوت من الميكروفون المدمج وإرسال التسجيلات إلى خادم السيتو. لكن كيف يتم توزيع تطبيقات التجسس هذه في التطبيقات المعدلة للواتساب والتليجرام؟ تم العثور على هذه التطبيقات المعدلة من واتساب والتليجرام المصابة في العديد من قنوات التليجرام العربية والأذربيجانية تحت أسماء التعديلات الشائعة مثل جي بي واتساب وواتساب بلس وإي زد إي بلس وإصدار مميز من واتساب بلس مع واجهة مترجمة إلى الأذربيجانية. وللأسف ما زالت توزع هذه التطبيقات المعدلة المصابة حتى الآن في قنوات التليجرام الأذربيجانية والعربية بشكل كبير جدا. في أكتوبر اكتشفت برامج الحماية أكثر من 340 ألف هجوم بواسطة برامج التجسس هذه ومنعتها في أكثر من 100 دولة. ولاحظ أننا نتحدث عن هجمات تم اعتراضها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات فقط، ومن المحتمل أن يكون العدد الإجمالي مع حساب الهواتف التي لم يتم تثبيت برامج مكافحة الفيروسات عليه أعلى من ذلك بمئات الآلاف. على الرغم من الانتشار الجغرافي الهائل لمثل هذا التهديد الواسع النطاق، إلا أن العدد الأكبر من محاولات الإصابة بفارق كبير تم تسجيله في أذربيجان، تلتها عدة دول عربية مثل اليمن والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والإمارات وكذلك تركيا. كيف تحمي نفسك من برامج التجسس هذه المدمجة في تطبيقات المراسلة المعدلة؟ أولا استخدم تطبيقي واتساب وتليجرام الرسميين فقط. تعد تعديلات برامج المراسلة عرضة للبرامج الضارة. قم بتثبيت التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط مثل أبل أب أو هواوي أب جاليري أو جوجل بلاي ستور. ومع أن هذه المتاجر ليست محصنة ضد البرامج الضارة، لكنها لا تزال أكثر أمانا من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية والتي غالبا ما تفتقر لإجراءات الأمان بشكل كبير. أيضا عليك الانتباه قبل تثبيت أي تطبيق، قم أولا بدراسة صفحته في المتجر وتأكد أنه ليس مزيفا. غالبا ما تنشئ الأطراف الخبيثة نسخا من التطبيقات الشهيرة. اقرأ تقييمات المستخدمين للتطبيق، وعليك الاهتمام بشكل خاص بالتقييمات السلبية لأنها على الأرجح ستكشف ما إذا كان التطبيق يظهر نشاطا مشبوها أم لا. تأكد من تثبيت برامج حماية موثوقة على جميع أجهزتك. سيكتشف برنامج الحماية التعليمات البرمجية الخبيثة داخل التطبيقات المعدلة التي تبدو غير ضارة ويحذرك في الوقت المناسب. تذكر أنه في أي إصدار مجاني من برامج حماية يجب عليك تشغيل الفحص اليدوي. في النهاية أحبائي وأحبتي، انشروا هذا الفيديو حتى يوصل إلى أكبر شريحة معينة من الناس، لأن هذا الموضوع فاق عن حدي وزاد عن حدي. ألا يعقل أنه يوجد شخص عاقل يعرف أن التطبيقات أو تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة يعد تهديدا لخصوصيته وأمانه؟ ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.